مضت أيام على شهر رمضان الفضيل في وادي حضرموت وسط حالة من الفوضى التي تشهدها الأسواق من ارتفاع مهول في الأسعار الغذائية والسلع الضرورية للاحتياجات الرمضانية في ظل غياب دور السلطات المحلية وأجهزتها الرقابية. كل سنة الأسعار ترتفع، استغلال ماشي رادع، ومن التاير المسؤول؟ من التاير يا كبب المسؤول؟ نحن نشكي شكوتنا لله مش لكم. إن كان الأول ينزل بتيارته معه أنت بتندربها، وشوفكن على ذلك علم، خلفتوها لعيالكم للعب والباطل للعب والباطل، اتقوا الله وعرفوا حقوق الناس. كثيرة هي الأسر التي باتت تحت خط الفقر نتيجة الانقلاب وجولات الصراع التي تسببت بها الميليشيا، والذي أدى إلى تدهور الجانب الاقتصادي وزاد من حجم المعاناة لدى المواطنين الفارين من مناطق القتال إلى مدينة العبر وسيئون وتريم ومناطق أخرى في الوادي والصحراء. نريد أن يراعوا التجار، يراعون المواطنين. غلاء فاحش نلاحظه هذه الأيام، سواء كان في كسوة العيد أو في المواد الغذائية. نرجو أن يراعون هؤلاء التجار المواطنين. المواطنون في محافظة حضرموت يحملون السلطة المحلية مسؤولية تلاعب التجار بالأسعار، خصوصا في مناسبة شهر رمضان، حيث شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا ملحوظ، وبلغت نسبة الارتفاع في المواد الأساسية إلى 50%، ما شكل معاناة إضافية على المواطنين في شهر تسود فيه أجواء الرحمة والسلام، بينما يجده التجار فرصة لليشع وموسما للمغالاة بالأسعار. حداد مسعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.